هاي حق عمر تعمر بلوك شايف تعمر طوب هنا جدار جدارين طوب جدارين من الطوب الجدارين بارتفاع 90 سنتي تقريبا مع الحجر هذا يطلع عند سماكته 5 سنتي يعني 95 96 93 برضو ما هي مشكلة لأن أول طوبة رايحة جوا كويس وتعمر بداخلهن بلوك تخلي تقريبا في 3 سنتي بيناتن 4 سنتي بين الجدار البلوك والطوب 4 سنتي هذا تعبيه دفان احنا اليوم ما عندنا دفان حطينا من هذا نسميه عدسية هاي احنا بسوريا نسميها عدسية لأنها تشبه العدس شايف نحط العدسية هاي تتروصر عشان ما ينقطع الجدار طبعا الشغل هذا شغل قبة وتصب وضمن الصبة تحط صياخ هذا شوية تشبك الصيخ تخليه فوت بالصبة 40 60 متر تطعج من هنا لأن هذا الطريق ينطعج لحاله 5 ملي وتعكفه وتربطهن على بعضهن حطينا الملح طبعا هاي القبة فاضية 170 170 فرشنا الملح شايف حطينا عازل حراري هذا طبعا احنا مضطرين نحط عازل حراري منه يعكس الحرارة ما يسحبها لي جوا لان احنا بالعادة نحط دفان الدفان يمسك الحرارة والحزينة جوانا كله بلوك لان الشغل كله رطوبة ودنيا شتاء فاضطرينا نصف طوب ونحط باطون وحطينا صياخ هاي عشان نشبكها على القبة بعدين تكون صايرة من جوا القبة يعني متر ونص جوا القبة شبكها من فوق ما تكسر حطينا الملح بلشنا نبلط لما بلشنا نبلط بلشنا من هنا من الأول من بداية الحجر واحنا فاتين اللي جوا هذا البلاط بلشنا نبلط من هنا واحنا رايحين بعدين نبلش نحط جنبها نخلص بلاط نأسس القبة ونوافيك بالفيديو الثاني بعد ما نخلص القبة نلم صياخ ونحط الشبك ونحط العزل الحراري راح نشوفك اياها في فيديو ثاني والسلام عليكم.